هي امبارح يعني قناة النادي الأهلي بجد كانت عاملة تغطية أكثر من رائعة. كنا بنحاول زي ما قلنا يعني ننقل المشهد لحظة بلحظة، لقطات حية، كل الكواليس نحاول نعرضها على حضراتكم أو حتى يعني نقولها لكم. فيعني امبارح بجد كمان اللي أسعدني جدا أنا وكل زملائي من قناة الأهلي إن مفيش كان ضيف بيجي يسجل معانا غير لما كان بيشكر يعني قناة الأهلي على الدور اللي هي كمان بتعمله. كابتن محمود الخطيب في كلمته كمان لما تحدث عن قناة النادي الأهلي، يعني شيء كان امبارح مشرف جدا. يعني تحيه كبيره جدا بجد لكل القائمين على قناه الاهلي، لان ده دورنا زي ما احنا بنتكلم كده، وزي ما انا ودكتور سعد شلبي امبارح برضو في اللقاء كنا بنتحدث. يعني هو كان بيقول ان كان نفسنا الجماهير تكون معانا، لكن من خلال قناه الاهلي هم معانا، فده شيء اكيد احنا همزه الوصل، اكيد احنا اللي بنحاول ننقل لحضراتكم كمان ايه اللي بيحصل وننقل صوتكم كمان للداخل. فيا رب دايما مزيد من النجاح، وتكون قناه الاهلي في مستوى مشرف حقيقي يعني اللي يليق بجماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي.